من جانبه الملاكم محمد دفليسي كشف بأن القفاز الجزائري يعيش وضعية صعبة منذ سنوات، ورغم جهود الدولة إذن بوجود وزير مكلف برياضة النخبة، إلا أن المشاكل ما زالت تتكرر. الأخ وصديقنا وزميلنا وخونا شعيب الودينات اللي كان دار على شبكة التواصل الاجتماعي دار باللي اليوم 19 سبتمبر سوف اعتزل الملاكمة، دونك رياضي مؤهل باش تشوف الرياضي ذو مستوى عالي ويلحق. راك شفت اليوم أخ شعيب الحق كما قلت الحق المسلم ما يحس بالجمرة غير الكويت، وحنا اليوم نطلبوا من السلطات العليا باش تتدخل في أقرب الأجال. أنا اليوم باش تشوف رياضي مؤهل الأولمبي اليوم ولا ما عنده قيمة ما عندوش مستوى، كما يقول لك لازم اليوم نضحي ونوقفوا مع الرياضيين هذول، مدوا كل الإمكانيات كل الدعم الكافي باش اليوم هذو الرياضيين يقدر يحضر فرحة تمل الأولمبي. هاك شفت اليوم شعيب الودينات حقيقة راح له كاع المورال اليوم باش اليوم الحق وكتب على شبكة التواصل الاجتماعي ما رايش حاجة سهلة. كاتب الدولة مكلف برياضي النخبة، عرفت رئيس الجمهورية دار كاتب الدولة مكلف برياضي النخبة، وين راهم هذو رياضي النخبة؟ علاش راهم ضايعين؟ اليوم نحوسوا على راهم ضايعين، ماشي اليوم باش نتصور مع رياضي النخبة وندير على شبكة التواصل الاجتماعي بلي راني نخدم، لا اليوم نعيط رياضي النخبة ونوفر له إمكانيات ونوفر له الحاجيات باش هذا الرياضي اليوم يخمم، لأن اليوم الرياضي راه أهل أولمبيا. اليوم الرياضي هذا راهم اهل، راهم اهل اليوم نفرغوا من كل مشاكل،